اليوم وصفة لكل السيدات اللي كانوا يطلبوا مني انه عندهم بشرة جافة وما عم يقدروا يطبقوا تمارين اليوغا. اكيد تمارين اليوغا ما بصير تكون على بشرة جافة. تعالوا نشوف هالمزيج وهالوصفة السحرية اللي راح تشيل التجاعيد وتصير بشرتك مثل البيبي. ليتس جو. اوقاتكم احبتي، بتمنى تكونوا بصحه وخير وسلامه. اللي عم بيتابعني اول مره معكم لبين رحي، حاصل على درجه دكتوراه بالكيمياء التحليليه، خبيره التغذيه العلاجيه بلوج الشيخوخه وجمال السيده. اليوم وصفتنا بتهم كل الصبايا من عمر 10 سنين لل 100 سنه. الوصفه منزليه متوفره بكل بيت، المكونات بسيطه، ورق الغار. هلا نحن بسوريا بنسميه ورق غار. اكتبوا لي بالتعليقات شو اسمه ببلدكم. راح والزبادي. تعالوا نشوف كيف راح نحضر الخلطه. اخذت الاوراق ونظفتها من العيدان حتى ما تجرح لي الوجه، فقط الاوراق. اطحنها وارجع لكم. راح اضيف للخلطه ملعقه من الزبادي الروب الياغوت ونصف ملعقه من زيت الزيتون، ورح نخلط المكونات مع بعض منيح. يطبق الماسك على بشرة نظيفة مكان المنطقة اللي نحنا بنحبين نخليها رطبة. بيبقى بين الربع ساعة والنصف ساعة حسب طبيعة البشرة. قبل ما يجف بشوي منغسل وشنا. بعد ما منغسل وشنا رح تلاقوا فرق واضح بجمال البشرة، لكن منحب انه نحنا اثناء تطبيق هذا الماسك ما نتعرض للشمس مباشرة. يعني عملناه بالليل منقدر تاني نهار، بس انه بنفس النهار يفضل لا. ترطيب البشرة حتى لو كنا عاملين ماسك ترطيب، القليل من المرطب او كريم العناية رح يعطي النتيجة روعة. الماسكات اللي عم اقدم لكم اياها هي مو بس ماسكات طبيعيه، هي ماسكات لها وظيفه. هذا الماسك بالتحديد مرطب ورح يخفف من التجاعيد النامه. واذا كان بالوجه في اي نوع من التعضيل بعضلات الوجه رح يريح، لانه زيت الغار مرخي للعضلات. تكرار هذا الماسك رح يخلي البشرة مرتاحة والعضلات مشدودة، ما بقى في تشنج، رح ترتخي، ومع اليوغا رح تعطي النتيجة.